وللحديث أكثر عن حملة المساعدات الأخيرة التي قام بها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين في العراق بالتعاون مع منظمة أم القرى في مخيم ديبك الثاني جنوب شرقي الموصل، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله سيدي الكريم يا مرحبا. حياكم الله ومرحبا بكم. بداية دكتور، لو تضعنا بتفاصيل هذه الحملة التي قمتم بها بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في مخيم ديبك الثاني في مدينة الموصل. هذه الحملة ضمن الجهود الإغاثية التي قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في قسمها الإغاثي التابع لهيئة علماء المسلمين. قدمت المنظمة مع هيئة علماء المسلمين جهودا إغاثية متواصلة، حيث قدمت حملة لتقديم الأغطية الشتوية في مخيمات الزيابز وفي مخيمات العامرية المركزي، وكذلك في مخيمات دور واطية الكلفة، وكذلك شمول 760 عائلة بهذه الحملة. وكذلك قدمت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين حملة إغاثية لأهلنا في الموصل في المدينة، حيث تقدم الجهود الإغاثية لأهلنا في المدينة وكذلك في المخيمات. نعم. لأنهم يعانون الصعوبات المعيشية، وقدمت 420 مرحلة عملية داخل مدينة الموصل. وهذه الحملة قدمتها منظمة أم القرى بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. نعم. بتقديم 500 مرحلة عملية في مخيم ديبكة جنوب شرق الموصل. هذا المخيم بعيد جدا، يقع في مثلث ثلاث محافظات في منطقة مترامية الأطراف، بعيدة جدا عن الطرق المواصلات، ويقطنها آلاف العائلات النازحة والمهجرة قسرا من المخيمات التي تم إغلاقها. نعم. وكذلك العائلات النازحة التي تعاني مآسي النزوح منذ أكثر من 9 سنوات. طيب دكتور، بالتحديد لو تحدثنا عن بعض العائلات التي استهدفت الحملة والتي تم طردها من مخيمات تم غلقها في مدينة الموصل، لو تصف لنا أوضاع العائلات التي تم طردها مؤخرا. كانت العائلات قبل سنة 2020 تتوزع في مخيمات في 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 ديالة، في مخيمات الوند، وفي مخيمات في كركوك، وكذلك في مخيمات في صلاح الدين وفي الأنبار وفي الموصل. ولكن في سنة 2020 في قرار غير مدروس تم إغلاق هذه المخيمات، ولجأت العائلات التي كانت تسكن، يعني عشرات الآلاف من العائلات كانت تسكن في هذه المخيمات، وهي الملجأ الوحيد لها. دورها مهدمة، لا يسمح لها بالعودة لمناطق القناة الأصلية. نعم. ممنوع من العودة لهذه، لا توجد خدمات، لا توجد إعانة وإعالة حقيقية لهذه العائلات، ولذلك يتلجأ لهذه المخيمات. لما تم إغلاق هذه المخيمات في سنة 2020 لجأت هذه العائلات، آلاف العائلات لجأت إلى مخيمات كردستان، في مخيمات أربيل، وفي مخيمات ديبكة، ومخيمات الخازر، ومخيمات بحركة، وفي مخيمات هرشم. ولذلك تضاعفت هذه الأعداد في هذه المخيمات. نعم. القرار الذي صدر من الجهات المسؤولة عن دعم وإغاثة النازحين لا يتم تجهيز هذه العائلات التي لجأت إلى هذه المخيمات حتى وإن كانت في نفس المخيم، ولذلك تلجأ إدارة المخيمات مشكورة في هذه المخيمات إلى المنظمات، ولم تبقى إلا منظمة أم القرى والقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين ومؤسسة العراق الدولية وغيرها من المؤسسات الإغاثية لتقديم الحملات الإغاثية الداعمة لأهل النازحين، لأنهم أصلا لا يقدم لهم إلا النزول اليسير من الحملات الإغاثية التي تعينهم على تجاوز بعض الظروف المعيشية في المخيمات. دكتور، هنا اليوم المواطن العراقي يعيش على وقع أزمة اقتصادية خانقة بسبب ارتفاع صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار أثرت على العراقيين بصورة عامة، لو تكلمنا أكثر عن امتداد هذه الأزمة إلى النازحين وكيف أثرت على النازحين الذين يعانون أصلا من أوضاع اقتصادية متردية. هذه الأزمة في الخفض المتعمد والمقصود لقيمة الدينار العراقي ورفع سعر الدولار وغيرها، والارتفاع الفاحش للمواد الغذائية أثر تأثيرا مأساويا كبيرا على حياة النازحين.
هم في الأصل لا يأتيهم إلا نزل يسير من الحملات الإغاثية، ثم بعد ذلك تأتي أمامهم هذه الأزمة الكبيرة في ارتفاع المواد الغذائية الضرورية لهم ولأبنائهم ولعتالهم ولأطفالهم، وكذلك صعوبة المعيشة في المخيمات أصلا، ولذلك هم في ظروف معيشية صعبة ومأساوية، لأن هذه الأزمة زادت من مآسيهم وزادت من صعوبة المعيشة التي يعانون منها منذ أكثر من 9 سنوات أو 10 سنوات، مع خفض السعر للدينار وارتفاع الفاحش المواد الغذائية، هم في أزمة كبيرة جدا، ولذلك تأتي هذه الحملة الإغاثية وهي مقصودة بذاتها بتقديم المنح المالية لإعانة أهلنا النازحين على تجاوز هذه الأزمة وتجاوز ظروف المعيشة الصعبة التي يمرون بها منذ سنوات كثيرة، ولذلك هي تشكل هذه الحملات الإغاثية مدروسة وتأتي في وقتها وتأتي بحضور الحضور منظمة أمم القرى وهي العلماء المسلمين الإغاثي في هيئة العلماء لكي يحضر مع مآسي أهلنا في المخيمات وكذلك في مدن النزوح وفي مناطق الإغاثة. دكتور، بصفتكم تعملون في منظمة إغاثية، اليوم انفجار مخلف حربي يودي بحياة طفل ويصيب 2 آخرين في ناحية الإسحاقية، أيضا حريق في مخيم جمشكو بيدهوك يودي بحياة طفلين ويلتهم عدة خيام، ما الإجراءات التي ممكن أن تعطوها والتحذيرات التي يمكن أن تساعدوا فيها كمنظمات إنسانية لتوقف نزيف هذه الأرواح باستمرار الحرائق والأذى الذي يتعرض له الأطفال والنازحون؟ قد يكون غريبا على أسماع المشاهدين الكرام، أن العائلات النازحة في هذه المخيمات تلجأ للخروج إلى خارج المخيمات لكي تبحث عن ملابس بالية، عن أشياء مخلفات قديمة لكي يستخدموها في التدفئة داخل الخيمة القديمة وفي المبنى الآي للسقوط والمبنى المهدم التي لجأت إليها العائلات بعد إغلاق المخيمات. هم يذهبون إلى هذه الأماكن البعيدة جدا لكي يجدوا خرقة من قماش، لكي يجدوا يعني شيئا بارد حتى يستدفئوا به في ليالي الشتاء الباردة، وكذلك لكي يطبخوا عليه الطعام ويستخدمونه في حياتهم اليومية. ولذلك يعني لا نستغرب من ان تتعرض البعض المخيمات في جمكور مثلا لحريق وياتي على عده خيام وتذهب به الف سريئه، وهذا كله من التقصير المتعمد من الجهات المسؤوله عن داعي وغاثه النازحين في بلد فيه كم من الهرائم من الثروات لكن ابنائه في فقر مدقع وكذلك في احتياج كبير لأبسط ضرورات الحياة الاحتياجات اليومية، ولذلك هم يذهبون إلى هذه الحلول لكي يجدوا لها مخرجا لكي يستدفئوا به في ليالي الشتاء الباردة أو يطبخوا عليه شيئا من طعامه، ولذلك هم يلجؤون إلى هذه الحلول. شكرا لكم من أربيل. شكرا لكم دكتور، ونعتذر لضيق الوقت. من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي، شكرا جزيلا لكم.